آخر لوحة كان الدكتور خالد بيتكلم عليها. اسمحوا لي أنا تدخلي الهدف منه إن أنا أحاول بس أعمل جسر بين الكلام اللي بيتقال على المنصة هنا وما بين الواقع اللي إحنا بنعيشه. عشان أنا مش بستهدف فقط إن أنا أكلم، وده مبدأ إحنا بنتكلم فيه دايماً، أنا مش كلامي كله مع الفئة اللي هي يعني المفكرة المثقفة المعنية، لا، أنا بتكلم دايماً إن إحنا محتاجين رسالتنا توصل لكل الناس. وأنا عايز أعمل بس شوية علاقات كده من الكلام اللي قاله دكتور خالد وبين الواقع اللي إحنا فيه. ليه بقى؟ لأن أنا برضو مواطن زي كل المواطنين، وعشت عمري كله في مصر، وشفت وكنت بشوف وبنتبه وأقول ليه إحنا كده؟ ليه إحنا المستشفى بتاعتنا بالمستوى ده؟ وكانت الإجابة عندي برضو، لأن أنا كنت بفكر عشان أفهم، عشان هو الهدف من اللي إحنا بنعمله ده كله إيه؟ هو المشروع القومي لتنمية الأسرة، ولا المشروع القومي لتنمية الدولة المصرية؟ هو الهدف فقط إن أنا أعمل حالة رضا لدى الأسرة اللي هتنعكس على حالة الرضا للدولة المصرية، وبالتالي حالة الاستقرار اللي إحنا كمسؤولين في الدولة وإنتم أمنتونا عليها كمواطنين، قلت لنا خلي بالكم من مصر وحافظوا عليها وطلعوها قدام. فهي النهاردة أنا عشان ده يحصل، الدكتور خالد قال كلمتين صغيرين كده على قوائم الانتظار. الدكتور هالة أول ما عرضت علي الرقم بتاع قوائم الانتظار من سنتين ثلاثة، من ثلاث سنين، مش كده دكتور مصطفى؟ عرضت علي رقم يعني 7-8 آلاف، مش كده؟ طيب، فقلنا نعالجهم عشان ننهي قوائم الانتظار. الدكتور خالد النهارده بيتكلم على 1,062,000، مش كده؟ أيوه، اللي هم تم علاجهم خلال الثلاث سنين. الله، احنا خدنا القرار على 20-30,000، 50,000، 100,000، 200,000، ما خدناش القرار على 1,060,000. ده ولسه، ده معنى ايه؟ معنى اللي كلام الدكتور خالد بيقول ان احنا كنا بنصرف في 2014 32 مليار، ودلوقتي بنصرف 108. طب هم كفايه؟ لا، لان احنا لو حولنا كل سرير حقيقي بالواحد حتى واربعه ولا واحد وسبعه ولا كده اللي موجودين حاليا بتشغيل متقدم متطور، هيبقى الرقم قد كده مرتين ثلاثه. يبقى الرقم قد كده كام؟ مرتين ثلاثة ويمكن أكتر. وأنا عايز أقول لكم، مش بحكي الحكاية دي حكايتنا كلنا. وأنا في بلجيكا فكنت بلتقي بالناس كلها، كلمت الدنيا، فكان أول ملف أتكلم فيه كنت بتكلم في حقوق الإنسان، كنت بتكلم في ملف إيه؟ حقوق الإنسان، لأن إحنا ما عندناش حاجة منخبينها، احنا عندنا قضية مش معروفة، عندنا قضية غير معلومة اللي لينا احنا او لبعضنا حتى، اللي هو التحديات اللي هم ذكرتها الدكتورة هالة والدكتور مصطفى وحتى بقية الزملاء لما هيتكلموا دلوقتي. فكنت بتكلم في ده، فمن ضمن الحاجات اللي كنت بتكلم مع المسؤول اللي بكلمه، قلت له انت ليه ما بتكلمنيش وسألتنيش الناتج المحلي بتاعك كام؟ فاستغرب يعني، قلت له الناتج المحلي بتاعك انت كام؟ قال لي 500 مليار دولار. قلت له عدد سكانك كام؟ قال لي 10 مليون. قلت له يبقى انا عايز الدخل بتاعي ومعدل نموي يبقى 5 تريليون دولار، عشان انا عندي 100 مليون، وعشان انا معيش الفلوس ديت الناس في مصر مظلومه، والناس في مصر ما بتاكلش كويس، والناس في مصر ما بتتعلمش كويس، والناس في مصر ما بتتعالجش كويس.
ادي حقوق الانسان اللي انا اعرفها، اللي انا اعرفها ان انا المواطن بتاعي اقدر اوفر له ده. وبعدين انا مش مانع انه يتكلم، انا قلت كده، انا مش مانع انه يتكلم، انا عايزه يتكلم بس يعرف القضيه كويس، يعرف قضيه البلد دي قبل ما يتكلم ويسمع الناس وينكد عليها في بيوتها بيقولون كلام مش اقل ما فيه، مش يعني مش مستكمل معرفته. وده كلمه مؤدبه، مؤدبه عن الجهل وعدم الادراك وعدم التقدير للواقع اللي احنا موجودين فيه. انا بدات الكلام في النقطه ديت ومش قاطع عليكم، بس عايز اقول لكم الناس خرجت ليه في 2011؟ خرجت ليه؟ لان حاله الرضا المجتمعي ما كانتش موجوده، الناس مش مبسوطه، بس هي مش عارفه مش مبسوطه ليه. الناس مش راضيه بس هي مش عارفه مش راضيه ليه. مفيش حاجه مكفيه، مفيش مدرسه كويسه، مفيش تعليم كويس. وبدل ما نقول احنا مواطنين ادائنا متواضع قلنا الدوله حملناها خصم، عملنا الدوله ايه؟ خصم. نعمل دراما، انا هقول اسم، هقول اسم من باب المثال يعني، انا مش باخدكم بعيد عن الهدف اللي انتوا بتقولوه، انا دايما بسجل حاجه واحده، هو الحفاظ على الدوله المصريه وعدم انزلاقها مره تانيه للخراب والدمار اللي كانت ممكن توصل له في 2011. نتيجه ايه؟ نتيجه اسباب حقيقيه، احنا ناس تعبانه وعايزه تغير صحيح، بس تغيروا ازاي؟ اللي احنا بنتكلم فيه النهارده ده ان احنا نغير اسباب تردينا. انا قلت لكم المثال اللي بداته مع المسؤول اللي في بلجيكا، قلت له انت 500 مليار انا بقى 400 مليار وانا عايز اعمل جامعه تدي تعليم كويس، وانا عايز اعمل مستشفى تدي علاج كويس، وانا عايز اعمل مدرسه تدي تعليم كويس، مش الناس تتخانق عشان تغشش ولادها، مش الناس ايه تتخانق عشان تغشش ولادها عشان في الاخر تقول لي انا ابني معايا شهاده شغله لي بقى. اللي انتوا فيه ده كله من 62 ولا من 60 ولا من 50 حتى، هو ده الواقع اللي سبب تردي الدوله ديت فيه. انا قلت لكم قبل كده الكلام ده كلام انا عايش معاكم الحكايه، وفي 2014 لما جيت في الترشح انا قلت الكلام ده، بس كان على عدد السكان ساعتها، يعني السبع سنين لو قلنا اتنين زدنا 14 مليون. طب انا زدت في يعني جالي ارقام دخل زياده تكفي هذا النمو ال 14 مليون؟ لا. طب ده عجز من الدوله؟ لا. قدره الدوله مش متمشيه مع قدره نمو الدوله. الاثنين مش زي بعض. يعني انا لو عندي مصروف 1000 جنيه دخلي مش 1000 جنيه فيبقى في عجز. انا مش بتكلم في موازنه، انا بتكلم في عجز القدره الاداء. يبقى احنا دايما ده بينعكس على النتيجه. سيد وزير الاتصالات موجود؟ دكتور عمرو موجود؟ انا عايز اقول لكم على حاجه. احنا كنا بنتكلم من كام شهر يا دكتور مصطفى عشان عايزين نعمل مستوى متقدم قوي في النظم، مش كده؟ طيب عشان بس بقول لكم احنا بيتخرج من عندنا 700,000 في الجامعه، مش كده يا دكتور خالد؟ 700,000. انا كلامي كاشف ولا مؤلم؟ مؤلم؟ لا صحيح. طب هقول لكم حاجه، فقلت له الكلام ده بدأنا من 3 سنين ايام الدكتور ياسر ما كان ماسك وزير الاتصالات قبل منه، فعايزين نعمل ندي فرص عمل مبنيه على النظم لان هي اقل تكلفه. فلما نزلنا للوعاء بتاعنا
أنا بقول لكم يا مصريين كلكم، يا اللي أنتم مهتمين بمواطنيكم وأهلكم وأولادكم ومستقبلهم. ففوجئنا إن إحنا الكلام ده ما يعني يخفض معنوياتنا اللي هقوله. والله إن كل الكلام ده لا يزيدني إلا إصرار شديد على القتال والعمل من أجلك يا مصر، قسما بالله، قسما بالله. مش يعني لما بسمع كده أقول إيه مفيش فايدة، لا، بس أنا بديكم المثال ده. سوء العمل اللي أنا بتكلم عليه ده فيه على مستوى العالم في دولة واحدة نقص 1,000,000 وظيفة. أنا بتكلم كلام مظبوط يا دكتور مصطفى؟ أيوة. كم؟ أيوة. من فضلك خليك معايا، ما أنت معايا. أنا معاك يا فندم، أنا مع حضرتك. يعني وأنا بس اللي بتكلم. لا يا فندم ده. طيب مش كانوا مليون، بنقول في 1,000,000 وظيفة زي دي؟ بالظبط يا فندم. طب أنا قلت أنا عندي شباب كتير متخرج. يلا يا دكتور عمرو أنا البرنامج هيكلف 30,000 دولار للطالب للدارس. أنا جاهز. عشان نؤهل مبرمجين يا فندم. قول يا دكتور بقى كمل. عشان نؤهل مبرمجين كمل. يقدروا يشتغلوا في اي سوق في العالم وحتى وهم قاعدين هنا في مصر. ده بقى سوق جديد. الشاب بيبقى قاعد في بيته وفي مكانه وبيقدر يتعامل مع شركات عالميه بره وبيبقى دخل بيصل الى 20,000 و30,000 دولار في الشهر. فكان توجيهات فخامه الرئيس طب ما ندخل على شبابنا اللي متعلم وننتخب منهم مجموعه نديهم برنامج تأهيل مع أفضل الجامعات المصرية وإحنا اللي هنصرف عليهم. البرنامج كان قيمته 30,000 دولار، نعمل لهم ياخدوا ماستر وياخدوا كورسات عشان في الآخر يقدر نخرج هذه الدفعة. وكان فخامة الرئيس وجه وزير الاتصالات إن هو يبدأ يعني يعمل امتحان، أولا يعني يعمل إعلان عن للشباب إن هم يتقدموا لهذا البرنامج. الدولة هي اللي هتصرف، وهتصرف 30,000 دولار لكل طالب، وتقدم آلاف من الأولاد عشان يتأخروا. لكن الامتحان كان اللي بتعمله لنا آلاف خريجين إيه؟ خريجين اتصالات وتكنولوجيا معلومات وهندسة حاسبات. بالضبط يا فندم. قول بقى يا دكتور. ويعني عملنا لهم الامتحانات بس على المستوى العالمي اللي المفروض هذا الشباب يؤهل عشان يدخل هذا البرنامج التعليمي اللي طبعا الدولة هتنفق عليه رقم كبير. يعني من فضلك ما تتكلمش، ما تكملش الكلام. انا هسال المواطنين كل اللي موجودين مكاني هنا، حد يقول لي لما اعمل اختبار ل 200,000 300,000 من خريج الحاسبات وكليه الهندسه الاقي المعايير تنطبق على كام؟ اي حد من الساده الزملاء يقول اللي ورا مني كام؟ 50%. انت كده مش بتظلم شبابنا؟ مش بتظلم شبابنا؟ مش بتظلم تعليمنا؟ 50% يعني 300,000 400,000 ألاقي فيهم 150,000. أنا شايف أحد ضيوفنا من الاتحاد الأوروبي، أنا لقيت 111، لقيت 111 بس عشان تعليمي تعبان، عشان تعليمي تعبان. يا مصريين اصحوا، اذا كنتوا خايفين على بلدكوا انتبهوا. القضيه دي قضيه كبيره جدا، قضيه ان احنا نبني بمواطن حقيقي قادر على ان هو يبقى مواطن يقدر يحس ان هو كما دكتور مصطفى. قول يا دكتور. 111 111. انا كنت مستعد لو في 100,000 طالب قسما بالله قلت أنا هدفع لهم 30,000 دولار للـ100,000. أقول لكم حاجة تانية، كان البرنامج سنة ونص، سنة نظم وست شهور لغة، صح كده؟ قلت له لا إحنا هنقعدهم في حاجة داخلية، مش كده يا دكتور؟ بالظبط يا فندم. ونديهم السنة ونص في سنة عشان إيه أطلع منهم. أنا بقول كده للمواطنين اللي هم قاعدين في بيوتهم بيقولوا إيه ولادنا ما بتشتغلش ليه؟ أشغله إيه؟ أنا أشغله إيه؟ أنت بتجري على إنك تدخله كلية وخلاص، وأنت في ابتدائي وإعدادي بتحطه جوه المدرسة وخلاص، وفاكر إنك أنت
بتجهز ابنك. في كلمة عندنا بيقول عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الاعقلها وتوكل. الاعقال دي استراتيجية، دي كلمة ايه؟ استراتيجية تطلع منها سياسات في كل شيء. حد قال لبنته لما جت تتجوز انتظري سنة ولا سنتين ما تجيبيش حاجة، عشان انت كنت فعاء وحضانة أسرة وحتروحي حضانة زوجية حاجة تانية، فخدي خدي نفسك، عيشي يومين ثلاثة تتعودي على الحياة الجديدة. ما اتكلمش في ابدا في تنظيم اسره خالص، انا بتكلم ان هي تخرج من بيت باباها واسرتها اي مكان بقى المستوى على شكل، وتخش على البيت هوب شهرين ثلاثه تروح مخلفه، وبعدين شويه ويختلفوا تاخد العيل وتمشي ويبقى في طلاق. طب خدي فرصه انك تقعدي سنه ولا اتنين تتعودي على البيت بمطالبه، ولما تحسي ان انت بقيتي قادره واستوعبتيه كملي بقى اللي بعده، كملي اللي بعده. حد من الاسر بيعمل كده؟ طب والله العظيم ما حدش كان قال لي، انا قلت لبنتي كده، قلت لها استني استني على مهلك، اوعي إيه سنتين ثلاثه على الاقل. طب وقلنا نعمل ايه؟ نعمل الصحه الانجابيه، يعني ايه على الاسره وهي داخله قبل ما يتجوزوا يبقى فيها كشف طبي حقيقي لكل شيء. عشان ايه؟ عشان الطفل اللي جاي ده ياخد حقه. حقه ايه مني؟ ان انا قبل ما اقدم على الانجاب اطمن ان انا ظروفي الصحيه والوراثيه مع اهل بيتي هيطلعوا بالايه؟ بالعلم اللي ربنا سمح لنا بيه. اوعوا كده فاكرين العلم اللي عندكم ده انتوا اللي عملتوه، دي خزائن ربنا فتحها لينا ناخد منها، تاخد منها على قدك، تاخد بقى بمستوى تعليم على 10 يا دكتور خالد يبقى 2 على 10، حد تاني في فنلندا ياخد منها 9 على 10 ولا 10 على 10 ياخد 10 على 10. تتكلم على سنغافورة على ناتج محلي بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد الناس بال 300 مليار على 5 مليون، تتكلم على دولة فيها 100 مليون ناتج محلي 400 مليار وقاعدين نزق، وبعدين تقول لي قوام الانتظار مليون، ما تعالجوش ليه؟ ما تعالجوش ليه؟ عشان دي هي دي البلد. بدل ما تجيب فيلم الإرهاب والكباب وتجيب المواطن بيشتكي، خلى البلد خصم، خلى البلد ايه؟ ما خلاش السلبية خصم. انت المفروض تخلي السلبية خصم. المواطن اللي ما بيشتغلش هو اللي خصم، لكن البلد مش خصم. لما حاولتها خصم في 2011 هدوها، خلوها ايه؟ هدوها، ولولا فضل الله علينا وكرمه لكانت البلد دي زي كل البلد اللي انتوا شايفينها، ما قامتش تاني ولا ترجع تاني. خلاص اللي يروح يروح ما يرجعش، لكن هو افاض علينا. طب بعد ما افاض علينا هنفضل زي ما احنا كده؟ هقابل الناس في الشارع تقول لي انا زعلانه منك، طب ليه يا ست؟ تقول لي انا عندي 6 عيال. اقول لها طب اعمل ايه؟ والله انا بتكلم بجد وحياه ربي، بس هم ساعات ما يجيبوش الحاجات دي في التلفزيون عشان ما حدش يزعل يعني. فقلت لها طب انا عندي 100 مليون اعمل ايه؟ انت عندك 6 مش قادره، وانا عندي 100، احنا 100. وبقول ده لكل اللي موجودين معانا واللي بيسمعونا من الدول اللي بتقول لنا انتوا ليه ما بتدوش حقوق للناس؟ حقوق ايه؟ انا مش هاكل، انا مش عارف اعلم، انا مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. روحوا المرج والمطريه والخصوص، خشوا وشوفوا لما بمشي في الشوارع بلاقي ايه. هي دي بلادنا، دي بلادنا اللي في رقبتنا،
يا كل اللي مسؤولين معايا، يا اللي في الجامعة، يا اللي في الإعلام، يا اللي في الصحة، يا اللي في التعليم، يا اللي في الجامع، يا اللي في الكنيسة، انزلوا شوفوا البلد عاملة ازاي وبصوا بعين حقيقية. انزلوا كده المرج والمطرية، أنا عشان أفتح شارع بشيل بالألف عمارة أو ألف بيت، شارع عشان الناس تمشي، عشان الناس تمشي في حتت ما بيتمشيش فيها. ايه ده بقى انت جاي تعمل ايه؟ جاي يعني ايه حكايتك النهارده بقى؟ مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا والله، لا والله، انا بقول لكم كده عشان البلد دي بلدنا كلنا، مش بتاعتنا احنا بس. وانا كنت دايما اقول ايه؟ الامن القومي، الامن القومي، الامن القومي، واتكلم ان موسى كان يقول امن قومي، اقول الرعايه الصحيه امن قومي، التعليم الله. طب ما انا لما جيت دخلت في التعليم بجد وعشان نصلحه، الدكتور طارق شوقي ده خد على دماغه لما مات، خد على دماغه لما مات. انتوا عايزين تعليم ولا مش عايزين؟ هو احنا القعده دي يا دكتوره، اللي انا دايما بقول كده، لقاءاتنا دي هي لقاءات الهدف منها توعية حقيقية لواقعنا، وإن إحنا ما نتكسفش إن إحنا نتكلم. أنتوا قلتوا كلام مترتب هيفهموا ناس كتير، وفي ناس كتير محتاجة أكتر من كده عشان يوصل لها. عشان إيه؟ الدكتورة هل ممكن تقول لك معدل النمو بتاعنا ستة وبتاع، ستة إيه؟ هو اللي زي حالتنا ينفعوا ستة؟ اللي زي حالتنا عايز ستين. عايز إيه؟ ستين عشان توصليني ان انا يبقى عندي 5 تريليون دولار دخل ناتج محلي للمئة مليون، عشان اقدر اقدم لهم الخدمات اللي بتقدم في اوروبا، واقدم لهم تعليم زي اللي بيقدم في اوروبا، واقدم لهم وعي وتوعيه زي اللي بيقدم في اوروبا. انا ما بقدرش اقدم ده. لما عملنا قائمة الانتظار اللي الدكتور بيقول عليها، لقينا بدل ما بنتكلم في 20-30 ألف اللي في 3 سنين داخلين على مليون ولسه شغالين، مش هيخلصوا وهيزيدوا، مش هيخلصوا وهيزيدوا. الفكره كلها ايه؟ يعني والله العظيم انا ما اقولش كده، يعني انا ما افتكرش هيبقى في فرص للجهد والكفاح والعمل قد ما احنا بنعمل، بس انتوا مش حاسين بده، مش واصل لكم، لان في الاخر انت عايز تبقى عايش، تعيش برضا. انت مش عايش برضا، الحاجه غاليه عليك، الحاجه غاليه عليك وبتغلى. ما احنا مش منعزلين عن الواقع، ما احنا مش عايشين جوه بلدنا بس، احنا جوه بلدنا وبنتاثر باللي حوالين مننا والدنيا اللي انتوا شايفينها. ان حصل غلا احنا كمان بيغلى علينا. طب احنا مع ده، احنا العمليه مركبه، مركبه لان الغلا غلايين، غلا معدلات نمونا مش مكافاه لمعدلات نمونا اللي هو السكاني. يعني معدل النمو الاقتصادي بتاعنا مش مكافئ، مش بيساوي معدل النمو الاقتصادي بتاعنا. ادي واحد. اتنين، احنا عندنا عجز متراكم على مدى 50 سنة. يعني في عندنا قضايا كتير جدا جدا. الدكتور بيقول المعدل الطبيعي 2.7 واحنا 1.4، مش كده؟ طيب يعني انت عايز تضاعف عدد المستشفيات اذا كنت انا، مش كده ولا مظبوط؟ بالظبط. يعني اذا كان عندك النهارده 500 مستشفى، مش كده؟ مظبوط. يبقى انت عايزهم كام؟ 1000. 1000. طب بكام؟ عشان انت كده عملت ايه؟ عملت المكان الخرسانه، عملت غرفه العمليات، لكن بقى التشغيل، الاطباء اللي الناس بتسيبنا عشان تجد فرصه عمل في حته تانية عشان عايز يعيش. مش هو عايز يعيش؟ هو انا بديله مرتب كويس؟ طب هو السؤال، هو انا مش عايز اديله مرتب كويس ولا مش قادر اديله مرتب كويس؟ مش قادر دكتور، مش قادر. مش قادر المدرس اللي بتتكلموا عليه، انا مش عايز اديله مرتب كويس؟ الدوله بقى ولا مش قادره الدوله؟
لا انا مش قادر. وبالتالي عليهم اللي بيخرج، وزي ما قلت لكم كده انا بتكلم على جامعات حاسبات وكليه هندسه حاسبات، وفي عشرات الالوف اللي اتخرجوا. ونيجي نقول هنعمل الاختبار بتاعتنا بميكنه بمنكم معلومات بنظم حوكمه، مش كده دكتور خالد؟ ايوه. ما تقول عشان تطور ايه؟ البنيه التحتيه المعلوماتيه في كل، عشان اخلي الطالب اللي خارج من عندي يبقى عامل ازاي؟ طالب متميز وقادر على ان هو يشتغل. يوم النهارده الطالب يقول لك ايه؟ انتوا هتعملوا لنا بالايباد؟ لا 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 لا. وتروح تبص تلاقي الاعلام بيتكلم في الموضوع ويتناوله، وحد تاني اخر بيتناوله عشان ما يحصلش. ليه؟ طب ما انت النهارده هتفضل في دايره، يعني عايزه كلمه لطيفه، يعني في دايره ان المستوى بتاعك هيفضل كده، يعني مش هيبقى دايما في سوق العمل. هو سوق العمل في مصر بس؟ انا خليت الدكتور مصطفى اتكلم على نموذج. النموذج ده في انساق بعد منه، يعني في عدد اقل منه، مش كده؟ احنا بنجيب الحد الاقصى يا دكتور، بنجيب العدد الاقصى، يعني بنقول في الموارد بتاعتنا هندفع، بس هاتوا الناس، هاتوا ايه؟ هاتوا الناس اللي تقدر تكون تتوفر فيها الشروط. انا جبت مثال واحد، لكن الكلام ده هو النهارده لو انا خرجت الاف الطلبه من خريج كليه الاداب جغرافيا ولا تاريخ ولا بتاع، هو سوق العمل فيه الكلام ده؟ فيقول احد، لو حط حد كاتب في الجورنال ايه؟ ارجو من ربط سوق العمل بالتعليم. ده صحيح، ده عنوان جميل قوي. طب هي ناس عايزه كده؟ ولا ناس عايزه تدخل ابنها الجامعه وبنتها الجامعه وبس؟ اني واحده؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين تعلموهم لسوق العمل، ولا عايز تغسل ايديك وتقول انا علمتك؟ انت خدت دلوقتي ليسانس اداب قسم كذا، مع كل التقدير والاحترام للتخصص، بس العدد اللي بيخرج ملوش مكان. طولت عليكم مش كده؟ انا كانت الرساله اللي عايز اوصلها للناس ان القضيه بتاعت مصر قضيه مشتركه وليست قضيه السلطه، المسؤولين، النظام. لا، مفيش نظام في مصر، في دوله مع بعضها. انا زيكم وانا معاكم وانا منكم، ولو مش قادر والله 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 لا افتح الباب واديكم التحيه وامشي. يعني اعملها مظبوط كلنا، يا اللي مش قادر يجابه ده ومش عارف يجابه ده، يعني دي امانه في رقبتنا قدام ربنا. مستقبل الناس ديت والاطفال ديت اللي طالعه دي امانه قدام ربنا. يا عم الشيخه اللي بتتكلم، يا قداسه ال، يعني ال، اخونا ايا المكان اللي بيتكلم في الكنيسه او المسجد او كده، من فضلك القضيه كبيره قوي. يا ابني اللي في التعليم القضيه كبيره قوي. العالم اللي موجود النهارده تقدم جدا، والمعدل الحراك بتاعنا معدل ما زال متواضع. احنا اول طالب هنعلمه ونقول ان احنا وصلنا ان احنا علمناه كويس لو ساعدتونا بعد 16 سنه. ولا انا بقول كلام دكتور طارق؟ مش كده يا فندم؟ لا انا بتكلم عن بعد الجامعه، يعني بعد الجامعه. التعليم العام ثم التعليم الجامعي. اتفضل استريح. مش كده؟ 6 و6 و4 ده اللي هو مش كده؟ ولا انا مش قادر احسب؟ اي فندم، 6 و6 و4 مش كده؟ اي فندم. يعني عشان تشوفوا المستوى اللي احنا ممكن نكون، وبشرط ان تساعدونا. طب الصوره اللي جت هنا لام عندها طفل او طفلين، بتقدر تقعد كل يوم ساعتين عشان رعايه؟ انا بتكلم عن مش 6، يعني احنا اختزلنا العلاقه بين الراجل. حتى الراجل بيقول لك انا ايه، بخليه يشتغل عشان يساعدني. يساعدني عشان ايه؟ عشان ناكل. ما انت الوظيفه اللي عندك ايه؟ انت مرتباتك في مصر مرتبات دنيا. مرتبات ايه يا فندم؟ هو حد يقول في الموقع اللي انا فيه الكلام اللي انا بقوله ده؟
أيوة مرتبات دنيا، مرتبات منخفضة، وأنا السبب اللي إيه؟ أنا كان علي عايز أدي المواطن 30,000 جنيه، ربنا اللي يعلم. طب إزاي؟ هتعملوها إزاي؟ كل كلام بنقوله هنا لما نيجي نتكلم على كشف طبي قبل الزواج ما بقاش فيه من غشنا فليس منا. لما تعملوا اللي تقولوا تبعتوا لنا في قسمة العقد الزواج سواء كان مسلم ولا مسيحي ان كشف الطب اتعمل والكشف ده كان اي كلام والطفل اللي يطلع ده بعد كده يبقى فيه مشكله فيه، انت مشارك في القضيه، انت السبب، انت ظالم للي انت جبته، انت قصرت معاه. لازم تعمل الفحص الطبي ده وتقف الاسر عليه للولد والبنت، لان في النهايه الطفل اللي طالع ده او الطفله يبقى احنا خدنا بالاسباب اللي احنا وصلنا لها في علم الدنيا والتطور بتاع الدنيا ان احنا نعمل الفحص ده. يا ترى احنا بنعمل كده؟ ولا يبقى واحد عنده بنت عندها 12 13 سنه وعايز يجوزها؟ انتوا بتعملوا ايه؟ اقول لك حاجه صعبه، هو احنا كده بنعرف ربنا؟ هو كده حلال؟ بدل ما احنا بتقول ان احنا يعني شعب متدين بالفطره كويس، هو كده حلال؟ بنتي عندها 14 سنه 15 سنه اواجه خليها تواجه الكلام ده؟ خش يلا، عايز ترتاح منها من اكلها؟ ده صعب قوي، ده صعب قوي. ده انا ما اكلش، انا والله انا ما اكل واكل ولادي ولا اعمل فيهم كده. لما نيجي نقول لكم من فضلكم خلوا سن الزواج تاخد البنت مداها والولد مداه، احنا مش بنداعي عليك، احنا شايفين وخايفين، شايفين وخايفين. فشوفنا بيترجم لفهم، والفهم بيبقى زي ما قلت لكم مره قبل كده، اللي بيفهم اكتر بيتعذب اكتر، واللي ما بيفهمش مرتاح. شكرا جزيلا.